السلام عليكم اخوان اخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو عند الصديق جواد. جواد هنا اخوان في النواحي تاع سيدي حجاج، عنده هاد السلعة وغادي يبدا يلونسي البيع ان شاء الله للعيد، ولي خصاتو شي حاجة هو الصديق ديالنا جواد. اللي خاصته شي حاجه جواد؟ الناس مرحبا بهم عندنا. بغا شي حاجه غادي تقاد معاه في الثمن؟ تقاد معاه في الثمن ونعطيهم مليح. حولي مليح. بالنسبه للسن كبير في السن السن والماكله شنو كتوكل لهم؟ كل الماكله كنعطيوها الجلبانه والشير والضريق والفصاون. اسمعي سمعي، عنده اخوان السردي وعنده قلموس ياك يا جماعه. اه خليك انت تعليم تحط لهم هنا تجي في الشعاع دوز من هنا هنا في تجي باش تبارك سن ني سن نتاعو فر 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 ني ياك جاوة تبارك الله ما شاء الله يا اخوان. شوية شوية شكل من راسه جواد كبار 30 كبار 30 وحمرة الراس حمرة الراس كاينين 10 10 راس السلعة تاع قلموس ياك اخي جواد شتي من قلموس ها سنابي سنابي كدير سنو هذا سنالي سنالي مازال نسمع سنالي جواد هذا راه سنالي هذا اللي شديتي هذاك اللي شديتي قال رجع شد له شد له انا نوريك ثاني سنالي هذا راه سنالي هذاك اللي شديتي جواد ما بغيتنيش اه سنالي تبارك الله فين واحد شي وجه البيعي يجينا؟ انا نشوفو ما نشوف شوفو الربيع كاين اللي كيبغي الربيع هذا الربيع هذا الربيع الربيع يا ربي دابا بالنسبه لفاش كنديروا فيديو كيقول لك ضروري حقا تعطينا اسمين. دابا انت واش غادي تعطيني الاسمين دابا ولا تيقرب العيد؟ تمام تيقرب العيد دابا ما تحكمش على السوق بيعوا السيد ويبقى عندنا تيبقى يومين ولا داك عاد يجي كيجي كيرسمو ويخليه في المرقد ديالو كيبقى في كينا كيبقى واقف تيجي يدي كيبقى واقف تيجي يدي نسمع اول بالنسبه للثمن واش تبقى 20 يوم العيد ولا تقول لهم الثمن ولا اشرح لينا جواب ماشي مشكل اللي جا بغا يدير مع الثمن ندير مع الثمن بغا يخليه يشوف مع تقدر تعطينا اقل ثمن حتى الاكثر ثمن عندك وخويا اش غنقول لك بحال مثلا عطينا بايعين بايعين ها بايعين 3 من هنا هنا ماشيين 3 اسمينا ديالهم تقدر تقول لي هذا عطينا اسمينا ديالهم هاد الثلاثة اللي عاد اللي بايعين عطينا الثمن باش الناس تعرف شوية هيا داك دايز هذا هذاك ماشي الثمن واش جاوب الثمن ديال هادو واحد جوج هاد جوج 180 شحال 90 90 4500 هذا هذا وهذا ياك يا جواد هذا اللي حدا الحيط اه واحد حاولي مادي واحد السيد
تقوى ب 84 84 4200 لا لا ماشي لا 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 هذا هذا ولا هذا 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 وكي تسوى تقدر تفرر لينا نشوف السنينات ديالو كي دايره تبارك الله يا واحد الحياة صاحب نيتك ها خلي على كثر ني 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 تبارك الله الاصدقاء ديالك مبينهم معنا والو صحابنا دوك يعقدوا معنا ونشتو معجنين الله تقدر تعطينا الراي ديالكم في السلعه اللي كديو من الجهه السلعه مليحه ما نكذبوش على الله كل عام كديو من عندو كل عام انتما كما سمعتوا الاخوان كل عام كيجيو تقداو علي احنا اليوم جينا غير صدفه وتلاقينا السلعه مليحه الحقيقه اعلون ولا صافي ايه تذبح عاد باش عاد باش هضر تذبح عاد باش هضر ما كاين لا عيب لا والو ديما شحال من عام انتما كتجيو عندنا شي 4 سنين والفوق جاوات وصحابي صحابك اه صحابنا كانوا دايرين جايين وخدامين الليل كاع خصنا نمشيو لدوك الخدمه يتحمل الله يشافهم انتما اخوان اللهم يسر او ليله العيد كيوصلوا ليك انت وصلوا لك تجيو لي لا كيوصلوا لك كيوصلوا لي صعك اخوان لا عيد كيوصلوا لك صباح الليل تعيط لك ها اي احسن واحد يعطيك يا ها تسعد بين وعلي شو وعلي حاول ما قلتيش معايا ما ولكن في الاخر شدينا هذوك ديال اي شد لينا القرموسي شي واحد نشوفو حتى هو والقرموسي اثمنه ديالو حتى هو ما تقدرش وفروا لينا حتى هو عنده شواعر سلعة قلموس جاية المزار تني ياك تني يا إخوان أعطينا شي واحد فر نلاحظ من هادو تما شوفوا كل شيء عندك تا خرفان صغار جواد تما بين لينا شي واحد تبارك الله سنالكم إذا يا إخوان كما شفتوا السلعة هي الرقم تاع جواد غادي يخرج جواد غادي يبانو ايه مازال يخرجوا غادي يبانو السلعة كتخرج الرقم تاع جواد اخوان غادي نخليه مع الفيديو خليو لينا لي لايك تمنوا الفيديو ويعجبكم وتبارك الله عليكم ونهاركم مبروك من هنا من السوق ماشي من السوق لا من عند جواد من واحد يا سيدي حجاجة اخوان تبارك الله تبارك الله ما شاء الله السلعة ما نعاودوش عليها الهضرة شو ليا شي واحد صغير جواد باقي ما شديتيش هي الصغار في السردي سنان الحليب شو ليا شي واحد صغير ها الصغار عندنا هذي لا راه كاين شي واحد بالي هنايا شوية راه هو هذا هذاك هو أصغر واحد غير سنان الحليب سنان لا سنان الحليب هذا ما تقدرش تعطينا ثمنه هذا بيعين شحال قلنا بشحال دايز صح 30 1500 1500 ديال الدرهم باش ماشي نادي شي درويش انا درويش شي درويش بحالنا اخوان حنا كاملين درويش المهم كما قلت لكم اخوان انتم شفتوا عنده 30 ديال السرديه والحمرين 10 هي 40 شحال ماشيين ماشيين 3 4 واقيلا اللي بايع دابا بهذا الصغير ربعه اذا شحال باقي 36 46 بكلشي 46 نتمنوا اخوان الفيديو يعجبكم نتمنوا التوفيق اخ جواد والنمره ديالو غادي نخليوها تما مع الفيديو اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه تبارك الله اخي جواد من يجي عندك كليان ديال القناه ديال الاسواق الماشيه حتى لا ياك ولا لا الله يحفظك ما تقصحش معاه الله يحفظك اخي جواد
نتمنوا لك التوفيق تتخيل جواد، ونتمنوا للمشاهدين يعجبهم الفيديو، وتبارك الله عليكم يا اخوان، نهاركم مبروك. مليح هذا. هذا هو شحال قلت لي 92 باش تبيع 4500 ديال الدرهم باش ماشي. نعم. بالنسبه لهذا اللي كحال راس هذا، اعطيه ثمن تقريبا اخي جواد. هذا الثمن ديال 56 2800 2056. وكنشكروك اخويا جواد، والله يسخر الله معاك، تبارك الله عليك.